اعتقد ده تفاعل كبير يا كابتن هاني. طبعا ومش جديد على جماهير النادي الاهلي يعني، مش جديد. وكمان انا بشكر القائمين على البرنامج وعلى الاعداد وعلى حضراتكم، ان انتم الحمد لله مطلعين صوره ما شاء الله تليق باسم النادي الاهلي. يمكن بس عايز من خلال اللقاءات، الكابتن جريم قال حته حلوه قوي يعني، اتكلم كويس قوي عن النادي الاهلي، ولكن قال حته مهمه جدا، ان عمر النادي الاهلي ما فيه قلقانه. الوان وان وان مان شو ده مش موجوده في النادي الاهلي، يشتغل كمؤسسه، ودي ده مهم جدا. قيمه النادي الاهلي، ما فيش حد عمرك ما تقول الواحد يطلع مسؤول في النادي الاهلي يقول لك انا يا كابتن هاني. دايما يتكلم على المنظومه، دايما يتكلم على اللي قبليه، وده بيبني وده بيسلم دوت، وده اللي فارق مع النادي الاهلي صدقني يعني. اللي في حاجات صغيره جدا، فوارق صغيره جدا بتفرق بين الانديه. من الحاجات اللي واضحه جدا 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 ان مفيش في النادي الاهلي الوان مان شو، كل الناس بتسلم بعض، مفيش حد بيقول انا صاحب الانجاز. مؤسسه، ده اللي بتكلم عليه مؤسسة. وعشان كده يعني في مصداقيه في الكلام، وفي تفاعل غير طبيعي طبعا من